هذا يسأل يا شيخ، يقول في الآونة الأخيرة بدأ في المقابر وضع مثل الشمسيات، خصوصا في وقت الصيف الحر، وتوزيع المياه. والسنة نرجو من سماحة الشيخ صالح أن يبين ذلك، مأجورين. هذا ممنوع، قد صدرت فيه فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم من وضع مظلات في المقبرة، وأما توزيع الماء على المحتاجين فلا بأس، أما وضع مظلة لأجل العزاء فهذا ممنوع ولا يجوز فعله.